صوت صوت اتحاد الشباب الإريتري لإنقاذ الوطن في القسم العربي التي تهم وتسعى إلى حماية الشباب والشعب الإريتري أينما كان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في القسم العربي من إذاعة صوت اتحاد شباب إريتريا لإنقاذ الوطن، الصوت المعبر عن آمال وطموحات الشعب الإريتري في الحرية والديمقراطية والسلام. أيضا التحية لكل الوطنيين من أبناء شعبنا الذين يناضلون من أجل أحداث التحول الديمقراطي في بلادنا، والتحية للشرفاء الذين يقضعون في سجون ومعتقلات الدكتاتوري. عزيزي المستمع، هذا صوتنا من القسم العربي بصوت اتحاد شباب إريتريا لإنقاذ الوطن، يأتيكم محملا بطيب الأمان والأشواق العالقة بأرض الوطن الحبيب، فإلى كل الشعب الإريتري داخل وخارج الوطن أزكى التحايا والأمنيات. مستمعين الكرام، فيما يلي نقدم لكم نشرة الأخبار. تقدم الطلاب الإريتريين المسجلين في جامعة مقالي بإقليم تيغراي بالشكر للحكومة الإثيوبية على الفرصة الدراسية التي أتاحتها لهم في الجامعة، وكذلك على الفرصة المتاحة لبقية الطلاب الإريتريين اللاجئين الذين قدموا إلى إثيوبيا هربا من جحيم معسكر ساوى سيء الصيت. هذا وشهدت جامعة مقالي الأسبوع الماضي تخرج 4000 طالب وطالبة، بينهم 16 إريتريا من مجموع 150 طالبا إريتريا يحضرون للدراسات العليا في نفس الجامعة. وأكد الخريجون أن الدعم المقدم لهم من قبل الحكومة الأثيوبية سيكون له دورا هاما في تعزيز العلاقة الشعبية بين البلدين. بعد اعتقال استمر ل 44 يوما، أطلقت السلطات السودانية بعد الظهر اليوم الأحد الماضي بالخرطوم سراح القيادي البارز في حركة الإصلاح عبد القادر محمد عافا وأربعة آخرين اعتقلوا معه بحسب ما أعلن موقع الإصلاح. هذا وكانت سلطات ولاية كسلا قد اعتقلت في 8 مايو الماضي 8 من القيادات العسكرية لحركة الإصلاح الإسلامي الإريتري وعلى رأسهم الشيخ أبو العباس. إلى ذلك أصدرت الأمانة العامة لحركة الإصلاح بيانا لمناسبة الإفراج عنهم، وتقدمت بالشكر لكل الذين تضامنوا معها في نصرة المعتقلين من مواقع وغرف حوار ومنظمات حقوقية وإنسانية. بث ناشطون إريتريون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك يكشف عن مستوى تفاقم أزمة الحصول على الوقود في أسمرة، ويشاهد في شريط الفيديو أرتال من الصفوف حول محطات البنزين. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الأزمة الخانقة التي تعانيها إريتريا بقطوعات الكهرباء المتواصلة بسبب انعدام الوقود ستستمر لفترات طويلة دون حل. على الصعيد ذاته، تظهر تقارير أخرى تصاعد حدة الغلاء لمعظم أسعار السلع الغذائية والتموينية التي تدخل في حياة شرائح الضعيفة من المجتمع من أطفال وشيوخ ونساء حوامل ورضع. هذا إلى جانب التدني الكبير التي تعانيه عملية صرف عملة النقفة مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار، ويقابل ذلك تدني مستوى الأجور لعموم الموظفين في الدولة والمجندين فيما يعرف بالخدمة الإلزامية سيئة الصيت. تفيد الأنباء الواردة من إريتريا عن تردي الأوضاع المعيشية حين نشر موقع الجاش بركة أن مصادره أشارت إلى غلاء وانعدام المواد الأساسية في البلاد، وأن العاصمة أسمرة مثل غيرها من مدن البلاد تعيش ظلام دامس لأكثر من أسبوعين، مثلما تعاني من شح في المياه الصالحة للشرب.
ما دفع رأس السلطة للتلهي عنها بزيارة استعراضية بمروحية للإقليم والبكاء على إطلال مشروع سده الصبياني في مناطق قرسيت. وصلت 9 لاجئين إريتريين إلى جزيرة كريسماس الأسترالية الواقعة في المحيط الهندي، وأضاف موقع فرجت الذي نشر النبأ بناء على معلومات تلقاها من مصادر حقوقية في أستراليا أن الإريتريين 9 كانوا ضمن عشرات اللاجئين تم إنقاذهم عقب تعرض قارب كانوا يستقلونه للغرق قبالة سواحل جزيرة كريسماس الأسترالية. وتعتبر هذه أول محاولة جماعية للاجئين الإريتريين لعبور المحيط الهندي في قوارب للوصول إلى السواحل الأسترالية هربا من جحيم السلطة الشمولية القائمة في إريتريا. ويقوم العديد من الراغبين بالهجرة إلى أستراليا من الشرق الأوسط وآسيا بالسفر جوا إلى إندونيسيا، حيث يستقلون قوارب باتجاه الجزر الأسترالية. وجزيرة كريسماس هي منطقة صغيرة غير ذاتية الحكم تتبع لأستراليا، وتقع على بعد 2360 كيلومتر من شمال غرب مدينة بيرث في أستراليا الغربية، و500 كيلومتر من جنوب مدينة جاكرتا في إندونيسيا. وأنشأت السلطات الأسترالية فيها مؤخرا مباني تكفي لإيواء 1200 لاجئ سياسي. أعزائي المستمعين، قد قدمنا لكم نشرة الأخبار، ونتمنى لكم لحظات ممتعة مع باقي فقرات برنامجنا. من نحن؟ الشباب الإريتري وإن خرج من البلاد بحثا عن ظروف اقتصادية أفضل هربا من جحيمه. إن شباب اليوم الذي اجتاز كل الصعاب والمخاطر البرية والبحرية فوجد الأمن والحياة الهانئة بدول الغرب، ثم ترك نعيمه هذا والتحق بالنضال دون أهداف شخصية أو فئوية ضيقة، إنما يؤكد أن روح أسلافنا البطولية ما تزال متناسخة في أجيالنا الشبابية الحالية، وهي بالتالي جديرة بصنع المعجزات. هذه الظواهر الشبابية الإيجابية نتاج لما كان يجري منذ فترة من حراك شبابي واسع انتظم في جميع أنحاء العالم، وهذه لا شك بداية الانهيار لطقمة أفورقي. لذا نرى الهجدف يهرول هنا وهناك خاذعا من تربى خارج إريتريا من الشباب بالعودة إليها وعقد الملتقيات الصورية لهم، ولكن شباب إريتريا له بالمرصاد. فالشباب المعارض هم من ولدوا ونشئوا بإريتريا ثم نزحوا عنها للأسباب المعروفة للجميع، لذا فهم يعرفون كل شيء عن إريتريا وشعبها ونظامها الدكتاتوري الحالي، وهذا ما يورق مضاجع النظام. واتحادنا الحالي لا شك سوف يكون رائد وحامل راية التغيير الإيجابي القادم بما توفر وحامل راية التغيير الإيجابي القادم بما توفر له من التفاف شباب واسع لم تشهد له ساحة المعارضة الإريترية نظيرا من قبل. رسالتنا: تمر إريتريا بظروف حرجة جدا في ظل استمرار نظام الجبهة الشعبية الحاكم في البلاد، مما أدى ذلك لدفع البلاد إلى شفير الهاوية بين أمر الوجود واللا وجود. لذا تتلخص رسالتنا في لملمة أطراف كافة قوى التغيير الديمقراطي للعمل سويا على إنقاذ الشعب والوطن من الدمار والضياع. الشعب هو الآمر والناهي في تقليد السلطة لمن يشاء واستردادها عنه، لذا من أهم أولوياتنا استرجاع السلطة للمالك الحقيقي وهو الشعب من قبضة الدكتاتورية حتى يسود القانون ويتساوى الجميع في الحقوق والواجبات تحت ظل حكومة يكونها ويديرها الشعب. اتحاد شباب إريتريا لإنقاذ الوطن يستمد قوته وإمكانية سريان أهدافه ومبادئه من الشباب الإريتري في الداخل والخارج، ويسعد بكل مشاركات الشباب لأنهم قوة وثروة، وهم أيضا وقود وقادة التغيير، ولكن لا يكتسبون هذه الصفات إلا عبر التأطير والتنظيم. ولقد قاد الشباب الإريتري النضال طوال فتراته بلا هوادة حتى هزم جيش الاحتلال الإثيوبي، وتثبت تجاربنا والعالم من حولنا أن تحقيق التقدم الاقتصادي وسيادة القانون والعدالة والحرية والاستغلال يلعب الشباب دور كبير في تحقيقها. We'll be right back.
أهدافنا: نحن اتحاد شباب إريتريا لإنقاذ الوطن، نهدف لإسقاط نظام الجبهة الشعبية بكل الوسائل الممكنة والمتاحة، وإزالة كافة الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في بلادنا. ولكي نستطيع تنفيذ جميع الأهداف، ندعو كافة الشباب الإريتري إلى المشاركة النضالية حبر الاحتفاف حول الاتحاد. نحن اتحاد شباب إريتريا لإنقاذ الوطن نتسامى فوق النزعة العنصرية والطائفية والمناطقية، لأن همنا الأوحد هو إريتريا الموحدة أرضا وشعبا، كما أننا نعتز ونفتخر بتعددنا الثقافي والديني، ويعتبر إرثنا وكنزنا، ويعبر عن وحدتنا وهويتنا الإريترية الفريدة في المنطقة. كما نرفض بشدة أي تدخل أجنبي في قضايانا الداخلية، ونرحب بكل صديق ومتعاطف مع القضية الإريترية، سواء كانت حكومات أو منظمات شريطة ألا تتدخل في قضايانا الداخلية. كما أننا نسعى في التعبير عن صفات الشعب الإريتري المتسامح والمحب للشعوب المجاورة في المنطقة، وعكس الصورة السيئة التي انتهجها نظام أفورقي مع دول المنطقة. نحن اتحاد شباب إريتريا لإنقاذ الوطن نسعى لبناء وطن آمن مستقر اجتماعيا ومزدهر اقتصاديا، وطن يعمه السلام والعدل والرخاء، وطن يحكمه القانون وتنظم علاقاته الداخلية والخارجية عمل مؤسسي وقانوني، وطن يقوم على الاحترام المتبادل والقبول بالآخر وإقرار بحقه والعيش معه في وئام بعيدا عن الأحقاد والصراعات الداخلية والخارجية. نحن اتحاد شباب إريتريا لإنقاذ الوطن نعمل من أجل وطن تصان فيه الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، والتي نصت عليها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، كحق الإنسان في الحياة والعمل، وحقه في صون كرامته الإنسانية، وحقه في حرية التعبير والأمن والسلام. وطن يحترم فيه القانون وتحفظ فيه كرامة الإنسان وقصية حياته ومعتقداته. وطن يؤمن حياة العزة والكرامة لأبنائه الذين يعتزون ويفتخرون بالانتماء إليه، ويقدمون أرواحهم فداء لأرضه وسمائه. وطن يسوده نظام يؤمن بالمشاركة العادلة في السلطة والثروة لكافة شرائحه الاجتماعية والسياسية. Thank you.
تعبت البحر وماسمه بالناس سبت الكلام وبديت ثاني أبور يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت لو كان حبيبي أباح وعلم هوا وصراح كان الفؤاد ارتاح وانا كنت الليل ومشيت يا ريت يا ريت يا ريت آهٍ من زمان اكتسى بلون السواد آهٍ يا أرض الكفاح أنت بعض من جراحي وشجوني في الفيافي ورحيل واغتراب آهٍ ثم آهٍ ماذا ترانا قد جنينا أو جنى الشعب غير حب للتراب وعشق للسلام وهروب من مآسي آهٍ من المنفى ومن تعب الرحيل بلا قرار آه من الظلم الذي قلب الفيافي إلى قفار فمتى يعود ربيعنا ومتى نرد حقوقنا لنعود في فرح الصغار إلى الديار ونقبل الأرض التي قد ارتوت بدماؤنا ونضمها لقلوبنا هي أمنا هي أرضنا سكب الشباب لها الدماء صار الرجال لها الفداء من أجلها عبروا المشانق والحريق شقوا الطريق يا أرضنا لك حبنا أنت ألسنا أنت المنى لولاك ما لاح الشعاع بدربنا لولاك ما هتف النشيد بزحفنا آه من زمان اكتسى بلون السواد آه يا أرض الكفاح أنت بعض من جراحي وشجون في الفيافي ورحيل واغتراب آهم ثم آهم
أعزائي المستمعين، كانت هذه آخر فقرات برنامجنا لهذه المساء، ولا نقول لكم وداعا، ولكن إلى لقاء قريب نجدد فيه عزمنا لتحرير بلادنا من ديكتاتورية إسياس. كنتم مع القسم العربي بصوت اتحاد شباب إريتريا لإنقاذ الوطن.